معي من اسطنبول وائل علوان، المستشار الاعلامي للهيئه العليا للمفاوضات، مفاوضات جنيف. مساء الخير، اهلا بك معنا. نتحدث مع حضرتك عن التنديدات فيما يتعلق بالاسد وانتهاكاته. تصريحات وزير الخارجيه اليوم البريطاني تتحدث عن انه نظام الاسد هو المسؤول عن كل ما يحدث في سوريا. انطلاقا من هكذا تصريحات، ماذا نفهم، ماذا تعني في هذا الوقت؟ نعم، تحياتي لكم. طبعا الموقف الغربي كان وما يزال على نفس الموقف، لكن مع تصعيد اليوم بحضور الموقف الذي كان غائبا ومنتظرا، وهو موقف الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مع الرد، وإن كان الرد تقرأه المعارضة أنه رمزي لأنه ليس له بعد كبير عسكري لكن له بعد سياسي كبير جدا، هذا الرد يمثل موقف حاسم من الولايات المتحدة الأمريكية، يقوي الحليف الغربي الذي كان في ولاية أوباما كالمصفق بيد واحدة. اليوم التصريحات الأوروبية تأتي قوية تواكب التصعيد في الموقف الأمريكي، والمعارضة تستثمر هذا الضغط السياسي في المفاوضات القادمة بإصرار على ثوابت الثورة. طيب، كما قلت يعني في مواقف دورية متعددة، الولايات المتحدة كما قلت كانت تندد، اليوم بدأنا نشهد تصرفات وردات فعل على الأرض حقيقة. أوروبيا نتحدث، بريطانيا كما قلنا حملت نظام مسؤولية ما يحدث، فرنسا طبعا بسبب ما حدث أمس دعت لحماية الأفراد، هذا فقط فيما يتعلق بالشق الإنساني الذين يتم إجلاؤهم، واحترام القوانين الدولية طبعا هذا الطلب لقوات الأسد. كل هذه التحركات اليوم إن كان على الأرض أو تصريحات وإدانات لقوات الأسد، كيف بتؤثر في مفاوضات، أي مفاوضات لاحقة لكم سيد وائل؟ نعم، الهيئة العليا للمفاوضات ووفدها في جنيف كان متمسكا بثوابت الثورة السورية، وأهمها أن نظام الأسد هو نظام مجرم لابد من إدانته كمجرم حرب، وبذلك لا يمكن أن يكون في مستقبل سوريا لا في مرحلة انتقالية ولا غيرها. هذا الموقف كان يحتاج إلى دعم سياسي من قبل هذه الدول، الدول الكبرى والدول المؤثرة والدول التي لها صوتها في المجتمع الدولي وفي الأسرة الدولية. الاجتماعات السابقة في جنيف كانت مع بعض التصريحات التي فهمت من الجانب الأمريكي على أنه تأجيل لمصير الأسد أو ممكن أن يكون ليس من الأولوية بمكان. هذا الأمر بشكل أو بآخر تأثر به ستيفان دي مستورا، وقال على المعارضة أن تقرأ بجدية أو بواقعية الموقف الأمريكي. بعد ذلك الموقف الأمريكي الذي كان حاسما وواضحا بشأن مصير الأسد وأنه مجرم حرب، أدى إلى أن يكون جميع أعضاء المجتمع الدولي والأسرة الدولية على هذا الموقف أنه مجرم حرب، إذا لا يمكن أن يكون في مستقبل سوريا لا القريب ولا البعيد، لا في مرحلة مؤقتة ولا غيرها. هذا يعطي قوة وثبات من المعارضة أن موقفها أصبح المتمسك به أصبح مدعوم من قبل هذه المجموعة الدولية الكبرى التي لا يمكن لروسيا فيما بعد أن تتحمل أكثر وأكثر العبء الأخلاقي والسياسي من حمايتها للأسد ونظام. طيب، فيما يتعلق بما حدث أمس أيضا، تفجير بحلب وطبعا الضحايا من الذين كان يتم تبادل الأفراد طبعا من الخارجين من مضايا وزبدان بدمشق والفوعة وكفرية بمحافظة إدلب، كيف سيكون انعكاس هكذا موضوع اليوم؟ شهدنا ما حدث بعد المجزرة من قبل، ما حدث كردة فعل من قبل الولايات المتحدة، ماذا يمكن أن يحدث بعد ما حدث أمس فيما يتعلق طبعا بالنظام؟ في البداية لابد أن نشير إلى أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كما الهيئة العليا للمفاوضات والفصائل العسكرية، الفصائل الثورية، كانت قد أعربت عن خيبة أملها من اتفاق التهجير القسري. نعم. وإخلاء وإجلاء المدن إن كان في كفرية والفوعة أو في الزبداني ومضايا، مع الجريمة المروعة التي للأسف يد
واضحة فيها أمس من استهداف الحافلات التي تقل أهل كفرية والفوعة والسقوط عدد كبير جدا من المدنيين، أصدرت اليوم الفصائل بيانا نشرناه على معرفاتنا الرسمية يندد بهذه الجريمة الجديدة وشلال الدم المتدفق. نحن ندين مثل هذه الجريمة، لكن إدانتنا لهذه الجريمة لا تعني رضانا عن موضوع التهجير وإخراج الآمنين من مواطنيهم. لذلك نحن ندين هذا العمل الإجرامي بحق المدنيين بصرف النظر عن صحيح، حتى لو لم ملابساته، لكن تكن النظام له يد واضحة في هذا الأمر. أنا أشكرك جزيلا من إسطنبول سيد وائل علوان، مستشار الإعلامي للهيئة العليا لمفاوضات جنيف.